السلام عليكم. في الاول ديال شهر سعود قلت لكم ان شاء الله في النص ديال شتنبر، في النص ديال شهر سعود غادي يكون واحد التعديل على قانون التدفقات، التعديل على الديكريت الفلوسي على عقود العمل. داكشي اللي كان الاخوان البارح 15 شهر سعود، يعني بزاف ديال الجرائد الصحف كتبوا على الديكريت الفلوسي، راه يعني كتبوا عليه وداعا يوم كليك داي، وداعا النقر السريع، يعني تم تغيير ديكريتو فلوسي او تعديل القانون ديال التدفقات. ولا بقيتو مازال عاقلين، تحيه لمتابعي صفحه صدى المغتربين ومتابعي قناه الجاليه 24. قلت لكم ان شاء الله في 2025 الحكومه غادي تبقى تعتمد على دخول عمال اجانب متكونين، يد عامله مؤهله، يد عامله دار ديجا تدريب مهني في البلد الاصل. وشفت بزاف ديال التعاليق وكانت بزناها منها بزاف تعاليق سلبيه، واش انت رئيس الحكومه، واش انت وزير الداخليه. وداك الشيء اللي غادي نشوفه الاخوه اليوم، راه ان شاء الله في 2025 غادي الطاليان تبقى تعتمد على دخول يد عامله اجنبيه متكونه، ولكن حنا كنشوفوا الناس اللي كتدخل كيفاش كتدخل متكونه. الاخبار في راسكم الاخوه. دابا بالتفاصيل والديتاي غادي نشوفوا اشنو قالت الصحف حول تعديل قانون التدفقات، بالاخص يوم الكليك داي، كاتبه عليه وداعا يوم النقر السريع، يعني ما غاديش يبقى هذاك النهار ديال الكليك داي ديال النقر السريع، ولكن غادي يكون تغيير. علاش هاد التغيير هذا كامل؟ لان كاين تلاعب بالقانون، من بينهم حنا حددنا حصص لكل عماله، ولكن كنشوفوا بان كاين ارباب العمل داروا طلبات اكثر من المطلوب، الجلب يد عامله اكثر من داكشي اللي هما باغين. على بركه الله المصدر هو هذا اللي غادي نقراو منه، التغيير ولا التعديل، وهو في نفس الوقت الاخوان احتمال الغاء يوم النقر السريع. تبعوا معايا الى باغي تفهموا. تعديل وتغييرات في مرسوم التدفق اللي هو ديكريتو فلوسي، ديكريتو فلوسي قانون تدفقات قانون عقود العمل، نحو حصص اقليميه، استقطاب وجلب القوى العامله المؤهله ومسطر عليها، لان قلت لكم ان شاء الله في 2025 غادي يبقاو يدخلوا عمال مؤهلين اكثر من يد عامله عاديه، يعني خاص ناس تكون دايره دورات تدريبيه. يوم 23 شتنبر اللي هو جاي ان شاء الله الاخوان، يوم 23 شتنبر في قصر بالاتسو كيجي. هذا بالاتسو كيجي الاخوان هو مقر الحكومه الايطاليه ومقر رئيس الوزراء الايطالي. سيكون يوم 23 شتنبر دائما في بالاتسو كيجي، وهو يوم ديكريتو فلوسي، هذا اليوم خصوه يوم ديكريتو فلوسي. في الساعه 10 صباحا سيتم استدعاء النقابات، والنقابات هم تشيجيال، تشيزل، ويل، واسبي، وجيال. وفي الساعة 12 ونص ستصل منظمات الأعمال، غادي يجيو حتى الجمعيات، الجمعيات اللي تيدفعوا في الذكريات الفلوس اللي كنشوف كيدفعوا في الفلاحة والسياحة والفندقة بحال كولديريتي وأنتشي، وكاين جمعيات أخرين الإخوان. ستتم مراجعة، سمعوني مزيان، نهار 23 شهر سعود ستتم مراجعة آلية دخول العمال، يعني كاين مراجعة ديال يوم تقديم طلبات ديال ديكريتو فلوسي، سيتم مراجعة آلية دخول العمال إلى إيطاليا مع احتمال إلغاء، سمعوني مزيان، هذا هو التعديل اللي كاين الإخوان، مع احتمال إلغاء يوم النقر السريع اللي هو الكليك داي الأسبوع القادم في اجتماع مع النقابات ومنظمات الأعمال نهار 23. غادي يكون الإخوان، سمعوني مزيان، احتمال إلغاء يوم النقر، غادي يهضروا على يوم النقر السريع، لأن حتى وزيرة الشغل قالت بأن هذا النقر يوم النقر السريع أنا ما متفقاش عليه. غادي نزيدكم الإخوان نقاط أخرى، ديكريتو فلوسي يعني قانون التدفقات نحو وداع الكليك داي، نحو وداع هذاك النهار ديال النقر السريع. غتقول لي أنت واشنو غادي يكون من بعد؟ غادي نقول لك انا غادي نشوفوا التعديل ان شاء الله من بعد 23 شهر سعود على يوم كليك داي، واش غادي يخصوا لكل دوله كتشارك في الديكريتو فلوسي حصه، ولا كاين شي اليه اخرى، كاين شي طريقه اخرى لتقديم الطلب ديالك. ومن طبيعه الحال غادي نشوفوا ويعالجوا وثائق الباترون الشركه ديالو، واش عنده حق انه يجيب واحد العدد من العمال ولا لا. المهم غادي نشوفوا ان شاء الله الجديد. يستعد العام 2024 اللي هو غادي به دابا لان يكون العام الاخير لتطبيق مرسوم التدفقات كما نعرفه. حنا كنعرفوا بان 2024
والسنوات اللي هي ماضت كانت كتعتمد على الكليك داي. غادي نشوفوا الجديد ان شاء الله في 2025. لقد ثبت في الواقع ان آلية يوم النقر السريع غير كافية، كما اوضحت الرئيسة جورجا ميلوني في مجلس الوزراء. قالت هذا اليوم ديال النقر السريع كاين تلاعب بالقانون، غادي نغيروا هذا اليوم هذا ديال النقر السريع ونشوفوا شي طريقة اخرى، كيف ما قال جورجا ميلوني الاخوان في مجلس الوزراء. ان طلبات الحصول على الترخيص اللي هو نولا اوستا اللي هو الكونترا ديالك، دائما رئيسة الوزراء جورجا ميلوني كتقول ان طلبات الحصول على الترخيص اللي هو نولا اوستا المرسل خلال، يعني الطلبات المرسلة خلال ايام النقر السريع غير متناسبة بالتأكيد مقارنة بعدد اصحاب العمل، كاين تلاعب بالقانون وجلب عدد عمال مبالغ فيه. فهمتوني يا اخوان؟ غادي يكون تعديل، علاش؟ لان كاين تلاعب بالقانون ديال ديكريتو فلوسي، وشفنا مؤخرا تلاعب اللي دارت دولة بنغلاديش في يوم الكليك داي. وان شاء الله كاين الجديد من بعد 23 شتنبر، غادي نهضروا على التغيير ديال قانون عقود العمل، وربما كاين التغيير ايضا حتى على الناس اللي هي كتدخل باش دير البريمو انغريسو ودير الدخول الاول، فاش يسيني معها ان شاء الله الباترون. اي جديد انا معكم الاخوان.